FM. الكلمة ليك. زين معكم حتى الستة. حكينا على خسوف في المفضل الجزيرة في الجزء الأول، والجزء الثاني يكون نحكيو على الموسيقى، موسيقى جديدة، موسيقى ممتازة جدا، برشا يحبوا موسيقى أرمستا. رياض وسهلا، مرحبا بك. صباح كيف الحال؟ الحمد لله. أرمستا مرحبا في كابا فام. نسلموا على كابا فام ونابل وحمامات وكابون كل وتوانسة كل يسمعوا فينا. موسيقتك توصل بارتو في تونس اليوم الحمد لله، الناس كل تحب الموسيقى بتاع رياض أرمست. هل اليوم انت نجم في تونس رياض؟ انا ارتيست بسيط، نحاول نولي نعمل موسيقى تعجب العباد، مش لا نجم لا قمرة. بلوز وموا لانسيت برشا موسيقى، لانسيت برشا فنانين، تعزف مليح، تفهم مليح في المقامات في الموسيقى، وقاري ديجا موسيقى. اليوم استوديو خاص بك انت، استوديو أرمستا. اليوم هل تعتبر الموسيقى اللي تقدمها أرمستا خارج على المألوف في تونس، موسيقى جديده، موسيقى حبوها برشا لي جون وحتى الكبار، هل تعتبر موسيقتك في ثنيه اخرى مش اللي يقدموه الناس؟ صحيح، انا موسيقتي خاطر نخدم وورد ميوزك، معناها حتى في لي زانسترومون اللي نستعملهم، ولا في الافكار، ولا في التيم نتاعي، ولا في الحاجات نتاعي. دونك موسيقتي ياسر ما عرفش، ياسر وورد، معناها ياسر موسيقى مخلطه، معناها ما عنديش ستيل معين. معناها انا من الاول كي بديت رابور، فهمت من بعد الاتيكيت نتاع رابور نحيتها، معناها خاطر نلقى روحي ماشي اكثر موسيقى. دونك وليت ارتيست اكثر من رابور، معناها فهمت. تغني؟ تغني مليح وعندك صوت، وانا نعرف مليح اللي انت تغني. حسره قلنا لجينيول اللي ما يعرفوش، انا خدمت مع رياض لجينيول 2012، يظهر لي كمان شغالتين في استوديو مازال هذاك، ولا ما عادش في بار تويكا في جبل الاحمر في الحومه. وريد ديجا روبورتاج كان في قناه الحوار، حوار التونسي، استوديو خاص بك انت رياض. الريغي كانه اليوم كيما عام التسعينات، يقول لك فلان مزاودي، نحكي على الراب بليتو، يقول لك فلان مزيد. هل اليوم فلان رابور زاد كلمه كانت توجع ولا تقلق شويه؟ لا انا ساعه اول حاجه كلمه رابور، معناها انا فير اللي انا خرجت من ليكول تاع الراب، معناها واللي الراب هو اللي حل عيني على الموسيقى، معناها وراني فهمني الموسيقى. فير على الاخر بالحكايه، ما انا تو ما عادش رابور، معناها 100%، معناها وليت نعمل في وورد ميوزك كما قلت لك. الراب وورد ميوزك شيخه، معناها نعمل ليجيمان، مانيش عارف فين نجم نصنفوك اليوم. ارتيست، ما عنديش تصنيف اي ستيل تاع موسيقى، غدوه نجم نعمل غنيه روك. في تونس اليوم ثم فنان وتري، تصنيف ثم فلان يغني مزود، فلان يغني راب، انت تغني كل شيء، ما ثمش تصنيف ينجم يصنفوا به رياض أرمستا. ارتيست، يغني كل شيء، موسيقى جون وكا هاو، يغني كل شيء، موسيقى جون. اليوم عملت مده هذه الدنيا اغنيه خلوني اللي للاسف اعطيتها الاذاعه فقط، ما نعرفش علاش ما عطيتش باقي الاذاعات حصريا يقول لك على الاذاعه هذيك. الناس الكل عطيت الناس الكل نورمالمون، معناها ما ثمنيش جوست من الاول، معناها خاطر عملونا في الكوميونيكاسيون واحد من بعد الناس الكل. معناها اليوم كي التجات لهذه الدنيا في الاغنيه، انت لو وش على هذه الدنيا ساعه حبيت تعطي تامبر اخرى، توش اخرى في الاغنيه، علاش؟ ريت قوه الموسيقى كي تخلط، معناها كي تجي تعمل دو ستيل، فهمت؟ ما نعرفش انا، كي تحط انت ثامر حسني وسنوب دوك، كي انت ديجا كي باش تسمع بالحكايه تحب تشوفها، تحب تشوف هما زوز شنو باش يعملوا. ينجم يكون لا يعجبك تامر حسني ولا يعجبك سنوب دوغ، انا واحد من الناس، لا يعجبني هذا ولا يعجبني هذا، اما حبيت نشوف ايش يعملوا الزوز، معناها هذيك قوه الفيزيون، معناها تخلي العبد متشوق يحب يعرف زوز عباد ما يشبهوش لبعضهم، كي تحطهم مع بعضهم شنو يعطي. حسيت تنجم تنجح الاغنيه قبل ما تسمع، تقول في هذه الدنيا أرمستا زعمش باش يخرجوا. والله مش هكاك، معناها الحكايه راهي مش حكايه اسامي ولا، فهمت؟ معناها حكايه العباد اللي تخدم عباد تعامل مع ديزارتيست صحاح، ما تعملش مع عباد فيك، معناها تعامل مع اي خاطر الارتيست الصحيح ديما يعطي ما يوفاش، فهمت؟ واغنيه نجحت الحمد لله، نجحت مليح في تونس، حتى اليوم في الشارع التونسي يعرفوا مليح الاغنيه خلوني أرمستا، الدنيا يعرفوا برشا 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 اغنيات. اليوم فين الثنيه ماشي؟ قلت في الورد ميوزك باش تكمل في الديو هذوما، اللي تنجم تخرج ترجع سولو؟ لا انا سولو، راه البومي كله سولو، معناها ما جوست عامل فيه اربع ولا خمسه اغنيات باش ننوع، باش ما نتيحش في الملل، فهمت؟ معناها باش ما نبقاش روتين، انا تسمع خاطر كل 15 يوم نهبط اغنيه اكثر ما شبحسني انت. اي هو البوم، راه انا عندي البوم فيه، نشوف انا أرمستا على الفيسبوك كل ساعه، شويه يخرج جديد، شويه يخرج جديد بالحق. اجا فسرت، احنا قبل
كي كنا صغار وكي كانت الدنيا كنا صغير دايما كي كانت الدنيا قبل سي دي وكاسيت وفهمت معناها قبل تشري البوم كامل فيها 12 اغنيه تحط وتسمع في ساعه فهمت تو تبدلت الحكايه انا البوم كامل في بلاصه تسمع في ساعه نهبطوا على عام هكا كل 15 يوم كليب وكل اغنيه تاخذ وقتها وتشيخ بها اون بلوس الالبوم باش نهبطوا دي في دي من بعد معناها مش باش تبش كلهم كليبات باش تصور كل كليبات 12 كليب البوم مثلا على لازم كل كليبات ما عادش توا اجى فسر لك تنجم اغنيه تكون قويه برشا وتظلمها كي ما تصورهاش خاطر ليماج راهي توصل زاده فهمت معناها اللي توصلوا بصوتك تنجم توصلوا بالتصويره اكثر العين فهمت والاذن مع بعضهم باهي وسام باهي نحب نسالوا هنا على المواضيع الاجتماعيه اللي تراها انت مازالت ما تحكيش عليها في الراب برشا 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 حاجات عليها برشا برشا فما فما برشا مواضيع اجتماعيه ما تحكيتش عليها معناها الدنيا كبيره وفيها برشا حاجات نجم مازلنا نحكيو عليها شي حاجه ما تحكيش عليها ما تصورش روحك تغني على موضوع اليوم ما فماش موضوع ما تصورش روحي ما نغنيش عليه ابار زتالي وشراب ولا ويتالي ليه عليه انا ما باش افسر لك معناها زتالي وشراب عندي غنيتين راه ما عنديش برشا والغنيتين مانيش انا نشجع في العباد نقولهم اشربوا ولا تكيفوا الزتله معناها ما قلناش تشجيع نحكيو على الظواهر هذيك انا الاغنيه نحكي كونتر قانون اللي هو قانون 52 هذا اللي حطم العباد معناها ديجا البارح والله نتفرج في روبورتاج في التلفزه ترى في العباد في الحبس معناها 16 يبيتوا في فرش فهمت معناها انت شطر تونس مجدودة في الحبس على الزطلة اللي هي حاجة معناها معبين لحبوسات ومضيقين على العبيد معناها كان يسيبوا العبيد اللي مجدودين على الزطلة تتفرغ يعني اليوم مسؤول في تونس يعطي وذنه الأرمستا يقول تيان احكي على الموضوع هذاك تيان برا برا نشوفوها القانون هل تعتبر روحك اليوم اقوى من المشرعين ولا اقوى من اللي سنوا القوانين تنجم توصل كلمتك فسمو ونجم ياخذوا بها مانيش اقوى من حد انا لا نحكي مش انت كلامك ولا اغنيك بيان سور توصل للعباد بيان سور الحاجه الصحيحه راهي تخرج من القلب توصل للعباد معناها مادام انا ما عنديش بيوت نتاع تجاره بالحكايه معناها مانيش نتاجر بعباد ولا مانيش نتاجر بقضيه دونك باش يوصل المساج فهمت لان الحكايه كي نحكي على العباد معناها تحطموا في الحبس دي جون واحد يقرا يمشي على عام حبس يخرج مجرم ولا يمشي من بعد لداعش فهمت يحطوه في الحبس انا نحكي على قضيه نتاع صغار تحطموا معناها ماهيش كوميرسيال الحكايه ولا ماهيش تجاريه كل واحد يحب يفهمها ولا يغزر لها بعينيه تنقد السياسه زاد بيان سور السياسه هذه ماي سياسه يا اخي هما كي يشدوا عبد يحطوه في الحبس على الزطله يا اخي انت علاش حاطينه ثم عباد اللي يحكموا في البلاد هما اللي يبيعوا في الشراب يخافوا على بيع الشراب دونك يحطوا العباد في الحبس على الزطله رؤيتك للقانون هذا القانون بتاع الزطله اللي تعدى بعام ومليون او ما يسمى بالعام وفيسبا انت كفنان اليوم واكيد مثقف وتبع الساحه السياسيه وكل شيء كيفاش تشوفوا القانون اليوم؟ هل تشوف اللي تشد اول مره يتسيب؟ اللي تشد ثاني مره هو اللي يتشد؟ كيفاش رؤيتك؟ كيفاش اليوم من اغنيك شنو الميساج تحب تقوله؟ شيل القانون كيفاش تحب يولي مثلا؟ انا نحب اي قانون مش القانون هذا ولا غيره، انا كونتر معناها عوم ما ضرش غيره انسان ما تعدى على حد ما تعداش على عباد ما ضر حد ما تعدى على حريه حد زيد باش تحطه في حبس يعني اليوم واحد كيف زتلة سايبوه ما دام ما عمل شيء لا ما عمل شيء انت كدوله ما انت تحب الحزم ودوله انت خايف عليه وخايف على مصلحته وحطه في الحبس باش معاش ينحي الزتلة برا بني له سنتر وبرا حطه داويه ما تحطوش في الحبس ما خايف عليه انت هما حاطينه في الحبس باش يبيعوا له الدخان خاطر الدوله ما توكلوش ما دارهم يجيبوا له قف تحطه في الحبس وانت توكل الدوله ما يقول لك الماكله ماشي في المستوى توكلوا يا اخي عباد بالجرب معناها جي عبد انت كان نظيف عايش في دارهم لا بيل في وجاو به جي تحطه تمرضه بالجرب وتبيته تحت فرش وتسقطه معناها تحطم له مستقبله بعد تحكي لي يعني ما نجموش نحكيهم معناها فهمت برشا يقولوا نزار اللي الفنانين نتاع الراب كيما المحامين ماهوش رابور قال لك راني خرجت من باهي نحكيو على فنانين نتاع الراب اما لا مخي في راسي راب من داخل يقولوا اذا فاو القضايا ما عادش يخدموا كيما المحامين يوفى الراب يوفى القضايا يوفوا القضايا المشاكل المشاكل مش باش توفى لقيام عيسى معناها يا ريت اللي باش توفى الدنيا باش تبقى ثم مشاكل معناها فهمت نجم تحكي على القضايا الكل لكن مع الوقت يقعدوا يتعاودوا دونك وقتها تحس حتى الموسيقى انا الساعه راهو ما عم نفسرك انا اكثر انسان كونتر الركوب على الاحداث معناها كي تصير حاجه اليوم نمشي انا نعمل عليها اغنيه فهمت شنو نعمل بوز معناها انا عمري ما نخمم كيكه وما نعمل كيكه فهمت الاغنيه اللي يموت اللي يركب على الحدث معناها اللي يركب على
على الموجة، فهمت؟ أنا ما نركبش على الموجة، معناها نعمل غنية ديكالي على روحي، معناها أنا غنية قنجة على الرهيب محضرها قبل ضربة بن قردان عندها عام الغنية حاضرة، أما كي وديت وقتها باش هبطها هبطها. بعد الأخبار عندي ليك سؤال، مثلا كي نشوف الفن الوتري ولا الفن الشعبي أي زوز يعملوا ديو علاقتهم تقعد ممتازة. في الراب أي زوز يعملوا ديو علاقتهم تنفجر. والله أنا عندي اللي عملت معاهم ديوات الكل علاقتي معاهم ممتازة باستثناء واحد، معناها ما نحبش نسميه، فهمت؟ سينو الباقي كل جو. راجعين راجعين بعد الاخبار، ضيفنا الفنان التونسي رياض أرمسا، عندكم اسئله ليه بيان سور على راديو كاب اف ام على الفيسبوك. نسمع اغنيه ضاربه مليح مع هذه الدنيا، خلوني، تعتبرها اكثر اغنيه نجحت لك اليوم؟ خلوني اكثر اغنيه، اكثر اغنيه. راجعين بعد اخبار الخمسه ونص، مرحبا بكم الناس الكل. ضيفنا هو رياض أرمستا، الفنان اللي قاعد يخدم في خدمه ممتازه وموسيقى ممتازه جدا. راجعين نسالوه زاد على الفنانين نتاع الراب اللي ما عنده ما يزيد ولا ينقص، فماش فنانين باهي. انا راجعين بعد اخبار الخمسه ونص، نكملوا معك الحوار رياض، ونحكيوا على برشا عباد يقولوا اللي الراب فك جمهور المزود، فك جمهور الفن الشرقي الخليجي حتى التونسي، فك الجمهور الراب في العالم الكل. يا اخي مش جديده الحكايه، معناها من الراب من اللي بدا من اواخر السبعينات وبدا يتطور، معناها ولا من الموسيقات الرقم واحد في العالم بيوع ونوامر، معناها موسيقى خطر مودرن متاقلم مع العصر. اما في تونس نسبه المواضيع رياض اللي تناولوها في الموسيقى بتاعكم موجهين لفئات معينه، ما يسمعش الناس كل. لا 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 بالعكس، انا نحكي لك تحكي على الراب الكل موجه لفئه معينه، ما ثم كعباد ديزيكسيبسيون، معناها يعملوا في موسيقى. تعتبر روحك من ديزيكسيبسيون هذوما؟ جرون بوبليك انا الحمد لله، معناها انا كي نمشي نغني في مهرجان تجيني مراه كبيره، يجيني راجل كبير، يجيني شايب، يجيني صغار، معناها عندي فانيت 12 سنه 11 سنه 9 سنين 40 سنه 50 سنه، خاطر نخدم موسيقى للناس الكل. انا ما عنديش سيب الا كلي معين، كان جون صغار نخدموا لهم مسخ الفئات الكل. خلوني انت وهي الدنيا اللي شكون غنيتها؟ ديجا غنيتها باش نمس العباد الكبار اللي ما يعرفوش راب، باش نوريهم عالم جديد، معناها باش حبيت تجبد منهم انا. بيان سور تجبد الجمهور الفن الشعبي. قلت الفنان الفنان اللي ما عندوش جمهور، معناها برجولية، معناها هذايا اندر جراوند، هذايا انا راني ما دخلتش راسي، معناها فهمت موسيقى مغايره ولا فنان ما عندكش جمهور بنروح سهل العمل. شنو هي الشيخه هي؟ معناها انت باش تغني فارغ، معناها ويكلو، معناها ما عندكش جمهور، شنو هي البنه؟ معناها شنو هي الفائده انت تغني وما عندك حد يسمع؟ صحيح. شكون الفنانين اللي في الراب ما عندوش جمهور؟ تحسوا لا يزيد لا ينقص في الراب؟ اما موجود ما نعرفش. ثم حتى اسم؟ ما نعرفش، اللي هو كل واحد يعرف روحه، معناها ما نعرفش ما نعرفش. شكون الفنانين نتاع الراب اللي ما تخدمش معاه؟ البخيل، مش ما نقولوش ما عادش تخدم معاه. البخيل ولا اللي ما يجيش في الوقت ولا اللي الفنان اللي ما عندوش طموح؟ ونعرفوك رياض أرمستا ديما تحكي اللي انت عندك طموح في الموسيقى. انا ما نغنيش مع اللي الرجله ناقصه عنده هكا، يعني سينو الباقي الرجله راه ناقصه موضوع تونس فهمت، هذا موضوع الساعة. فهمت تقصد في أشخاص معينين رياض ولا برشا برشا الرجلة صعيبة. الرجلة دون لسونس تاع الراجل بكلمته، راجل بكلمته صاحبي صحيت، فهمت، وراجل مواقف معني أفو معك يبدأ ندمت على برشا برشا. أسمع شوف الإنسان راهو في حتى كي تولد معناها بيبي يبدأ يحبي بعد يمشي ويتيح وبعد يقف، معناها فهمت. وأنا في اللي تعديته في حياتي معناها ثم عباد ربحت منهم، عباد ربحوني، عباد ضروني، عباد تعلمت منهم، والحياة تجربة كيكا. مازال معناها مازال ثم عباد باش تعمل معايا زي اليوم. كي نحكيو على لي ديو، هذا السؤال اللي كان قبل الأخبار. اليوم نشوفوا مثلا أنت وكافون صحبة نحات بعد الغنية، ما نحبش نرجع تفاصيل خاطر تعديهم يهمونيش ياسر. مثلا نشوفوا مثلا أكرم ماج وبالتي ديوم بعد ما عادش أصحاب، علاش اليوم وكان القدر بتاع اللي يغني وهذا الريجي ولا الراب ولا الموسيقى العالمية اللي تقدمها أنت، علاش من بعد ديما لي ديوم يكملوش مش كيما الفنانين في الوتر الفن الشعبي؟ حتى كي تقابلهم في تمشي حفلات خاصة وكذا تلقاهم أصحاب برشا حتى في الدنيا، علاش أنتم ما توصلوش؟ هذوكم خاطر الفنانين هذوكم هما في تونس موجودين معناها من اللي بدا تونس، فهمت، وفاهمين اللعبة، والأغلبية نتاعهم يخدموا معناها تحت شركات ولا تحت امبريزاريو ولا معناها عباد منظمه وبالكونتراتوات تخدموا مريقلين. الاخرين معناها العباد الاخرى تخدم تحت حيط،
معناها عباد تجي تجرب تعمل الغنايه نجحت من بعد يدوروا على بعضهم خاطر كل واحد يولي يحب يجبد ليه الاخرين ناس منظمين بروفيسيونيل كونتراتو انا ما عادش قبل كنت هكاك توا تبدلت وليت منظم بروفيسيونيل اي انسان تعمل معاه بكونتراتو خويا ما عادش فماش ثقه هذايا لا توجد بيناتنا كونتراتو نخدموا على بعضنا انت تاخذ حقك وانا ناخذ حقي ربي معك هل اليوم اليوتيوب ولا مصدر رزق؟ والله راه مش اجا فسر لك معناها كي مصدر رزق للعباد اللي ما تصرفش معناها فما عباد ما تصرفش برشا وكي يدخل فلوس يتسمي له مصدر رزق انا واحد من الناس راه ما يدخل ليش 10% من اللي نصرفه على البرودوي نتاعي معناها فهمت معناها نصرف معناها كليبات ونصرف على روحي بالقدا معناها لكن رياض موسيقيا يقول لك لي رابور ولا اللي تقدموا انت ما تصرفش عليه برشا خاطر الفني وتريين يصبوا كمانجات يصبوا بيركسيون يصبوا ناي انتم يقول لك عندك ريتم بلوز موا تخدم عليه سنتي يعني كلافي عادي وتصب عليه الموسيقى انا صب الباتري لايف الكويفر نحاس يبداو عندي لايف نصبهم لايف الجيتارات نصبهم لايف كل شيء نصبه لايف والموسيقى تتكلف معناها مش عم موسيقى بيا لازمها لايف باش تخدم بسنتي بلاستيك تجيك الموسيقى معناها ما تجيكش ريال راه فهمت معناها اللايف معناها الموسيقى اي موسيقى في الدنيا مهما كانت باش تعملها بيا بتحب حاجه بيا لازم تصرف عليها وتتكلف نعطيك كلمه سامة جوج سؤال شنو اللي رايك في يقول لك اللي موسيقتكم مسروقه مسروقة جيب لي الموسيقى الاوريجينال اللي سرقنا منها وتو انا نعطيه رايي نقدر نصفق له يجيب لنا الاوريجينال اللي قاعدين نسرقه من عنده معناها تعتبرها تستمتوا من موسيقى معينه تستلهموا من موسيقى معينه من حد انا ما نستلهم من حد الريجي مثلا عنده ريتم معروف شنو ريتم معروف كيما جا فسر لك معناها الخليجي كي يجي انسان يغني غنية خليجية هو باش يستعمل ريتم خليجي اللي باش يستعمل ريتم خليجي هو يتسمى سرق انت كلامك كل لحنك نتاعك كما الريتم هذاك ستيل معناها هذاك ستيل انت نجم الناس الكل تنجم تخدم فيه مثلا ما نعرفش غنية ريجي نجم نجيو 10 من الناس نعملوا كل واحد يعمل غنية ريجي وواحده تنجح وواحده في الراب التونسي ما ثم حد غنية مسروقه برشا غنية مسروقه حميني مسروقه مش مسروقه حميني الواحد الموسيقى معناها ماخذين بتاع سكريليكس معناها اسبيري على الاخر من غنية سكريليكس معناها داميان مارلي معناها مقتبسه معناها مقتبسه الفكره مقتبسه لا 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 ثم اسمعني جاب صارك مبدله هي الحقيقه ما كل واحد ياخذ حقه راه مبدله ماهيش هي بيدها معناها مقتبسه باهي خلوني قداش تكلفت؟ قداش تكلفت؟ معناها كليب تكلف لي 6 ملايين معناها والغناء استوديو معناها ميكس وماسترينج وكل شيء توزيعي انا ما صبينا فيها شويه لايف معناها معناها الغناء تكلفت في 8 ملايين 8 ملايين هل الكليب تعتبره ناجح؟ الحمد لله في المونتاج اعتبرته ناجح؟ اجا فسر لك به على فكره مع كريم برحومه هو المخرج نتاع الكليبات مادام قال لك على فكره باش يجي للصحيح لا لا لا, لا بالحق معناها هو المخرج تاع الكليبات نتاع الالبوم الكل معناها ديجا من كليب لكليب انا قاعد نراه فيه فهمت خلوني هي ثالث اغنيه تصورت في الالبوم احنا نزلنا تيم جديده مع بعضنا معناها كيف بدينا نخدموا احنا باش نصوروا البوم كامل نفهموا كل اغنيه نفهموا بعضنا راضي عليها راضي على انا راضي على كريم برحومه خويا مخرج راضي على المونتاج بتاع خلوني مثال بارابور تونس ونيفو تونس لا 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 احكي لي انت راضي على العمل بتاعك راضي عليه 100% راضي 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 اعتبرته كان دولي نور مخدوم كما حبيت انت محترم محترم كنا ناقص حاجات معناها ناقص بلونات بالدرون باش نصوروهم وواحد الريح قويه برشا نهارتها ما نجمناش نصوروا فهمت فما ظروف تحكم فهمت كل اغنيه وعندها تيم تحكي عليه كل اغنيه وعندها تيم التيم تحكي فيه انت والتيم يحكي فيه هذه الدنيا تحسهم مربوطين ببعضهم يس فسر هو يغني ناديت في ظلمة الليل معناها خلوني عبد تقلق فهمت ويش يعيط للوالي يا صالحين درا شنو انا نجي نجاوب ونقول له عجي بين عصابه ملك الموت يا راجي نمدح الكتاب لا غنوشي لا بيجي ونحكيو على الوضع معناها ويرجع يعاود يعاود انا فرد تيم نحكيو من الليل فرد تعبك لهذه الدنيا والله بالعكس معناها هذه الدنيا اكسبيريونس معناها بالرسمي انسان مدرسه معناها عبد يتعلم منه معناها كيف معاملاته كيفاش يتعامل معناها كيفاش مدرسه لهذه الدنيا فنان كلاس معناها فنان فنانين في تونس قدش على الراس حبوب الكحلاوي بوشني قلت حب انت علاش هذه الدنيا؟ ثم مش حكيت علاش معناها سبحان الله ثم عبد انا صغير لا انت كي تخدم موزيك ما ثماش حاجه بالزهر حاجه مدروس اي بيان سور اي علاش؟ هذه الدنيا ليه كي باش نغني مع واحد مثلا ما نعرفش انا قراب انا وياه في العمر ما تركبش كيما مع هذه الدنيا معناها دو جينيراسيون معناها كيفاش اقنعته؟
موزيكا قنعته قعدنا قلت له نعملوا غناء خلي نعملوا قلت له تسمع بالطريقة عطى لهذه الدنيا نعملوا فهمت سيس لي عشقي نعملوا مشينا للاستوديو سمعني سمعته خلي مريقل هيك عملنا كويس تيت خلص بصوته وخدمنا الغناء مشيت على روحها نص ساعة راهي الغناء كاملة معناها كبرة ويجا ما فما شيء ما خذتش برشا وقت نهار نص ساعة تك تك صب صوته وبعد كملت انا ومشيت على روحها هذاك وبعد مشيتوا الكليب في تكرونة تكرونة صورنا في تكرونة تم تصويره قداش عمل على اليوتيوب توا؟ توا 4,900,000 بارامون من البارح ما ريتوش قريب 5,000,000 تعتبرها شوية في المدة تاع عنده هبط شهر عنده شهر وشوية شهر ونص هكاك بي ديجا تونس احنا 11,000,000 معناها كيف في شهر ونص يسمعوك 5,000,000 من 11,000,000 باهي برشا سمعوك البرة زاد برا من تونس عندي الحمد لله جمهور مغرب وجزائر برشا جزائر ان شاء الله نمشيو لهم وقتاش؟ والله من الصيف معناتها نحضر في التورنيه انا خاطر فهمت معناتها ما نحبش نعمل سبيكتاكل مذرح فهمت نحب كي نخرج معناها اللايف ونعمل سين نعمل سين محترمه معناها باش نسمعوا كلها قلقة ارمستا حلوه الاغنيه كلها مازالت كلها قلقة في تونس مازال تعلق نسمعوا كلها قلقة وراجعين مرحبا بك ضيفنا اليوم الفنان التونسي رياض ارمستا ومازلنا 10 دقائق في الحوار مرحبا بك رياض من جديد وسام حاب نساله على السؤال هو يتسال نزار يسال يقولوا اللي الراب ما عندوش مشكله في اختيار الكلمه خاطر قريب للتوانسه قريب للشارع التونسي اما ستيل نتاع الموسيقى مثلا الوتري ولا الطربي ولا عنده مشكله في اختيار الشعر واختيار الكلمه صحيح هذا صحيح والا لا صحيح ثم مشاكل نتاع اما ثم عباد تخدم معناها ثم ناس قاعده تحاول تطور معناها قاعده الرافع عباد قاعده تخدم على رواحها معناها ان شاء الله معناها على قريب العباد بدات تفهم في اللعبه معناها فهمت معناها المخاخ بدات تحل وبداوا يفهموا شنو هو الموزيكا معناها وكيفاش تخدم موزيكا خاطر قبل الطريقه غالطه والمنظومه غالطه وناس معامله على الوزاره عليه عندكم مشكله مع الجيل القديم تاع الموزيكا؟ انا ما عندي مشكله مع الموسيقى التونسيه الاغنيه التونسيه انا فان بالاغنيه التونسيه مخك يقف معناها فهمت انا قريت موزيكا في الرشيديه ونحب الموزيكا التونسيه ما عندي حتى مشكله ثم شكون يقول اللي الراب دخيل على الاغنيه التونسيه؟ دخيل ما فماش دخيل معاش دخيل معناها هو مش في ثقافتنا صحيح مش في مش ثقافتنا اما مش دخيل فما برشا فنانين يقولوا احنا نصلحوا تعرف شنو هو الدخيل؟ تعرف شنو هو الدخيل؟ الدخيل الحاجه الفاشله كي نجيو ندخلوا حاجه وتفشل وماستر وقتها نقولوا هذه حاجه دخيله وما خيبها اما ما دام هو ناجح مش دخيل موزيكا دخلت البلاد نجحت فيها هكا وفات الحكايه اليوم قررت باش تغني بالانجلي يس واي باش نكبروا جمهورنا باش يولي عندنا جمهور في عباد اكثر باش يفهموني عباد اكثر معناها علاش اليوم تحب تغني بالانجلي؟ باش يفهموني عباد اكثر على وجه الارض تحب توصل للعالميه؟ صحيح تحب نمس جمهور اكثر معناها من حقي نخمم نعلي فيو نتاع اليوتيوب لا باش تحكي باش تحكي على مشاكل بريطانيا مثلا في قانون الزطله ولا واحد لا باش نحكي اغنيه كلوب حفلات جو معناها صيفي يلا يلا وجو هذاك بالانجلي باش العباد تتفرج خاطر العباد قالقه معناها عباد مكرزه وميزره تزيد انت تنكد عليهم فهمتني ياسر هل هذه اغنيه السيف؟ غنية المزدالي كله صيفي ما مزالوا لي ستة كليبات حفالي على الغنية هذه ستة اللي مزالوا هذه غنية الكراهب وغنية ستة اللي مزالوا سيارات كلها سيارات اعطينا فكرة مو عليها وحدك سولو سولو اي سولو غنية ستيل ريجيتون الله معايا اسمها فهمت الغنية اسمها الله معايا والباقي انجلي كلمة بركة فيها بالعربي خاطر الله يفهمه مو الكلمه صحيح كلمه يونيفرسال الله معناها فوالا هذاك علاش قلت الله باش تصور كليب بيان سور وقتاش تكون لو بريمي ان شاء الله لو بريمي مي لو بريمي مي وبعد لو 15 يهبط الكليب اللي بعده وبعد لو بريمي جوا الكليب اللي بعده وبعد حتى اش نكملوا السته اللي مازال بون ويكاند الناس كل شويه اخر يهبط جديد اقعدوا كونكتي هذا البارح قريناه عندك جديد شنو؟ جديد هذايا كل البروديكتور تاعي هبط شي عندنا مناي فقيه هكا لا مش تاعي يمكن ثم واحد مو انا ثم برشا لا هذا فيسبوك انا على باجي هاي هذا مو ثم عباد عاملين لي بانو تاع بيبليستي راهو اللي باش يهبط جديد يجي ماركي عندي عندك يزخ على فيسبوك تكتب برمسته ثم برشا برا عادك اللي فو بروفيل والله قلت البارح بركة واحد بعث له مساج قلت له صحه يا العبد ولا لا فهمت اسمه ارمستا ورتيني هذا هو انا الوحيد وانت في استوديو ظل التلفزيون
هذاك هزيتك الرب هكا بيراتيري. وصلنا لاخر الحوار، نعطيك كلمه الختام يا كلمه الختام. حمامات وجو مش نورمال، كي نجي للحمامات نبدا شيخ انا ونابل عليها الدنيا هجديل هنا الطقس جميل. ان شاء الله يعجبكم جديدنا وموزيكتنا. تابعونا على باج ارماستا فيسبوك وعلى شان يوتيوب ارماستا، ديما ثم جديد. سؤال نسيت وسامحني، نسيت ثاني نجم انت بعد سمير لوسي في الحومه في الجبل. في الجبل لا، الجبل عاد في برشا ارتيستويت وتونتي راهو سمير لوسيف ونجيب النجم محمد علي الاسمر ومعز الديتسي احسن شعراء في تونس، بشير ود صالح كاتبين تيوبيت معناها ابار عباد معناها ما عنديش بهم كونتاكت يعملوا في ديستيل اخرين وموزيكا اخرى. معناها انا برشا ارتيستويت، انا بلبولي صاحبي زاد وتحوم ايمن ايمن فهمت، مش بنا ننساش العباد برشا برشا. اخر سؤال اللي يعرف الصحن التونسي فين؟ بو فارس شامبيون اقوى صحن تونسي. ما عرفتوش من يجي تحكي بالرسمي ما كلمتش بس اما كلمني اجى نعرف نعرف مقهى الكواكب ونطلع طول. لا لا ذا ريت حاشاك بالبحث بلاصه جبان سيدي يحيى لطف سيدي يحيى نعرفها جبان هذا الجبان اخوي وقوته اخوي ذا بو فارس خلينا نعمل بيبليسيتي وتحومتي عظام عربي وزيت زيتون اخوي وتاكل وتعيش اخوي مستدعاك انا توكا انا استدعاك في حومتي عاد كلمني اخوي اجى نعملوا صحيح. شكرا لك رياض. وقتاش نجم نشوفوك سور سين؟ سور سين بون عندي طاولة شوكيز نخدم فيهم معناها، عندي السبت الجاي في سوسة إن شاء الله، عندي حمامات زاد ما عرفش الشهر الجاي، وعندي شوية داتات هكا مفرتين حتى اللي يحضر سبيكتاكل، خاطر سبيكتاكل تاعي في باند لايف وفي برشا حاجات. دونك نبدا في التورني تاعي مهرجانات صيفية وجوان جويلي. شكرا لك رياض رمصة على حضورك معنا، يعطيك الصحة ميرسي بوكو، يعطيك الصحة سمية هيبة يعطيك الصحة، شكرا للعبيرة سويرة هيبة أسامة ميرسي بوكو نزار. ما عادش باش نتقابلوا بالحد خاطر اليوم بركة نجي في الحد نتقابلوا غدوة في الماتينة. تحية العبير بالله صحيح قلت لاسمك عبير هذيك اللي مرجتك بالتليفونية عبير هذا عبير برسا ما قعد تطلبني بعد نص نهار لا اليوم اليوم نورمال باش يجي شوفور يجيبه، قال لي رياض باش نجي وحدي، قالت لي عبير كلمه راه باش يفصح لا عندي كلمه. شكرا لكم يعطيكم الصحه، يعطيكم الصحه، نتقابلوا غدوه ان شاء الله في الماتينال نرجع نحكي بالسياسه انت سينو انت غدوه حكايه الناس حكايه الناس غدوه. شكرا لكم الناس الكل، نتقابلوا غدوه ان شاء الله. باي باي. كاب اف ام الكلمه ليك.